السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نشوف مع بعض الزي بلدر، هو من إنتاج شركة انجينيرينج سيستمز. ده ميزته إن هو بيربط كل الأقسام مع بعض، يعني القسم بتاع السبلاي تشين مع البيلينج مع البلاننج مع الإكيوبمنت مع الكوست كنترول مع البيم فيور. فده نشوف إزاي هيربط لي بين البيلينج والبيم فيور. هدخل دلوقتي البيلينج، طبعا ده كل ده أونلاين، مش محتاج إن أنت تطلع حاجة خالص. هقول له أنا عايز أدخل على الجزء الخاص بالبيم، احنا ختمنا الفواتير وكده. فهبدأ اقول له مثلا عايزين نختار مثلا الباور بلانت بيل، واقول له ديتيل. فبيبدأ يفتح لي الحاجة في الفيور بين فيور بالشكل دوت، ودي العناصر. واقدر اعمل سيلكت مثلا على الكونكريت، واروح مختار العناصر اللي انا عايزها، وادوس كنترول لو انا عايز اعمل سيلكت على اكتر من حاجة. ولو انا علمت حاجة غلط ادوس شيفت عشان اشيل الحاجة ديت. تقدر تقول له assign element، فبيبدأ يقول لك هتعمل assign ده general ده element ده type parameter. اقول له اوكي، واقدر اجي في اي وقت من هنا اقول له مثلا عايز اشوف الخصائص، اي عنصر هتعمل عليه select هيبدأ يوريك الخصائص بتاعتها. فاصبحت الفاتورة مرتبطة بالعنصر موجود فين ونوعه ايه وشكله والخصائص، كل الخصائص اللي انت عايزها مرتبطة بالفاتورة اللي انت مسجلها. فأصبح كل عناصر مرتبطة وتقدر تشوفها اوتوماتيك.